غريزان من آماله في كسب البقاء بتحقيق فوز مهم داخل الديار أمام متذيل الترتيب مولودية بجاية بنتيجة هدف دون رد، وقعه زيدان في الدقيقة 36 من علامة جزاء. فوز مكن السريع الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بن عياد من الارتقاء إلى المركز 13 مؤقتا بعشرين نقطة، بينما تبقى الموب في مؤخرة الترتيب وتعاني ب13 نقطة. حمزة الزروقي تابع اللقاء ورصد لكم التالي. كنا بدنا باش نبينوا ممكن ان جو ميور من هذا، وكانت الفرص معناها متاحة لولا دان كوتي كوم دو لوتر، معناها خسرنا لاعبين. من بعد قعدت كيما نقولوا سيتي اسي سيري، اوني تومبي ان بو بلوس دون لا نيرفوزيتي. وهذا الماتش هذا كان صعيب شوية، كنا متخوفين منه باسكو كانوا جايين الموب باش يحققوا النتيجه باش يكملوا لا سويت تاعهم. الحمد لله حنا خلينا هذو لي 3 بوا، تفاهمنا حنا اللاعبين والاداره والمدرب باش يخلوا كاع لي زيكيب اللي جو هنا يخلوا 3 بوا، وبالدعم اللي راه يدعموا فينا الانصار. كيما شفت المباراه ما كانت سهله، اللي كانت فيها بزاف كيما نقولوا الضغط عليها، مي الحمد لله اللي جوار داروا لي عليهم كيما نقولوا مهم 3 نقاط ونخمو في الماتش الجاي. المقابله كيما تشوفوا المقابله كانت صعيبه، تما لي دو زيكيب يلعبوا مرات بالاخيره. ربي ما كتبش، ما مديناوش عندنا، ما بخلناش الفريق ومديناوش عندنا، ربي ما كتبش